شارك وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل في الدورة العادية 51 والدورة غير العادية 10 للجمعية العمومية للشركة العربية البحرية لنقل البترول والمنعقدتين يوم أمس من خلال منصة الاجتماعات الافتراضية برئاسة ممثل دولة الكويت في الشركة ورئيس مجلس إدارتها السيد عادل الجاسم. وقال الوزير إن الاجتماع تناول الإنجازات التي حققتها الشركة خلال العام الماضي بما يلبي متطلبات أسواق النقل البحري للبترول العالمية، كما تناول استمرار الشركة في مزاولة مشاريعها المشتركة مع عدد من الشركات النفطية الرائدة.